ورجعنا مرة تانية مشاهدينا لسه مكملين مع بعض فقراتنا وصلنا دلوقتي في الحقيقة لفقرة مهمة جدا ومشرفة جدا معانا فيها تجربة مهمة جدا أخذ فيها الشاب اللي معانا المركز الاول هي هو من الشباب المشرفه جدا شرف بلدنا في قطر في مسابقه مهمه جدا اسمها مسابقه نجوم العلوم اللي بتنظمها مؤسسه قطر للتربيه والعلوم وتنميه المجتمع حصل فيها على المركز الاول وده من خلال اختراع هو هيكلمنا عنه النهارده بالتفاصيل واننا عمل بيه ايه وايه المفروض هنستفيد من المشروع ده بعد كده ازاي هنا في مصر صباح الخير هيثم سعودي طبعا موجود معانا في الاستوديو عشان نتكلم معاه عن التجربه شخصيا يقول لنا التجربه بالنسبه له كانت عامله ازاي وكمان بنقول لك الف مبروك الله الله بجد الشعب المصري كله حقيقة بيهنيك على الفوز ده وشرفتنا شرفتنا بره البلد عايزاك تكلمني عن التجربه تقولي طيب. شعورك كان عامل ازاي وانت بتنافس في وسط مجموع هايل جدا من البلدان وفزت بالمركز الاول أه والله احنا المسابقه دي كانت مسابقه على مستوى المتحدثين باللغه العربيه على مستوى العالم واشترك فيها 7000 مخترع والحمد لله يعني هي المسابقه دي مدتها سنه كامله يعني ابتداء من 1 ديسمبر تنتهي 1 ديسمبر انا دخلت في المسابقه 1 ديسمبر اللي فات 2010 وبعدين دخلت بمشروع التاتش ستيكر هو المشروع عباره عن ستيكر بيتلزق تحت اي سطح بيحوله من فوق تاتش هنبدا نتكلم على الابليكيشنز في مراحل المسابقه اوكي المشروع يعني دخلت بالفكره وقدمته للجنه ف يعني اول حاجه بتقدم الفكره وتتقبل ان انت ممكن تكمل في في المسابقه بعد كده نقوا من ضمن 7000 30 مخترع من كل الدول العربيه م. بعد كده سافرنا قطر عشان نعمل نخش مرحله السيمي فاينل اللي هي قبل ما ننفذ في الورك شوب احسن فكره دخلت البرنامج أوكي. الحمد لله انا اخذت كنت واحد من ضمن 16 واخذت احسن فكره دخلت البرنامج وبعدين يعني رجعت تاني قطر وبدات انفذ المشروع المشروع بيتنفذ في عدد من المراحل المرحله الاولانيه اثبات الفكره ان انت تثبت فكرتك هو المشروع فيه الاستيكر فيه نوعين في ستيكر شفاف وفي ستيكر معتم الستيكر الشفاف بيتلزع على الازاز بيحاول الازاز تاتش والستيكر المعتم بيحاول اي سطح للتاتش يعني الخشب ده دلوقتي عليه ستيكر من ورا معتم مش شفاف لان اوريدي الخشب معتم <applause> لكن لو انا عايز أحاول مثلا قطعه ازاز زي الترابيزه دي مثلا عايز احولها تاتش وفي نفس الوقت عايز اخليها تفضل شفافه فالستيكر فيه ستيكر مع... شفاف تلزقيه من تحت اوريدي تقدري تتحكم في اي حاجه حواليك عن طريق الاستيكر ده انا هكلم حضرتك على الابلكيشنز قدام اوكي <applause> بعد كده اثبتت الفكره واثبتت ان هي ما بتتاثرش بالميه يعني اوريدي الجهاز جبنا ميه ورشيناها على الجهاز وعملنا عليه اختبارات كتير واثبتنا الحمد لله يعني نجاحه وكفاءته في الشغل يعني بعد كده دخلنا في مرحله الهندسه مرحله الهندسه بيبدا نعمل تطبيقات عن المشروع اللي هو مثلا لا احنا اثبتنا الفكره نبدا نعمل تطبيقات اللي ممكن تنزل السوق احد التطبيقات دي مثلا ان إيه احنا نحاول الهدوم تاتش ان انا اجيب الاستيكر والزقه جوه الهدوم والهدوم تتحكم في اي حاجه حواليها وايرلس وفي نفس الوقت الهدوم دي تتغسل وما بتتشحنش خالص مثلا ممكن تدوس على مكان تفتح النور قبل ما تنام ممكن تعلي الاضاءه توطيها هو ازاي ما بتتشحنش خالص وازاي؟ و... هو انا اقول هو الاستيكر الاستيكر فيه ميزه ان هو اولا يعني يعني الباور اللي بياخده قليل جدا البار كونس في حاجه اسمها آه. باور كونسومبشن في السيركت قليل جدا اللي بيسحبه فاوريدي الباتري عشان تفضى بتقعد مثلا سنتين على ما تفضى اصلا فاوريدي يعني يعني هو مش محتاج باور كبيره ففي سولار سيلز صغننه قوي بتشغل السيركت مم. وفي و نفس الوقت يعني يعني السيركت يعني في حاجات اوريدي يعني مثلا التحدي بتاع الروب ده كان قوي جدا لان اوريدي الستيكر لامس جسم الانسان قبل ما انا البسه يعني هو موجود على جسمي قبل ما انا البسه فطبعا الحكايه دي كانت عامله نويز كبيره جدا ده غير ان انا كنت على روب الروب ده بتلبسه وانت مبلول فاوريدي كان في نويز جامده جدا على الجهاز بس الحمد لله تتغلب يعني على الحاجات دي وكان يمكن دكتور فاروق الباز من ضمن المحكمين في المسابقه هو جربه بنفسه يعني ف... ف ده كان احد الابلكيشنز الابلكيشن ده كله يعني قدرت ان انا اعمل الروب واعمل الاستيكر واركبه و... وخلص الديزاين كامل بتاع الروب في اسبوع واحد يعني اسبوع واحد تعمل فيه الابلكيشن كله بعد كده طلبوا مني ان انا اجيب ازازه شفافه تماما واحولها لتليفون يعني تمسك ازازه انت دلوقتي انا ماسك موبايل اوكي مش همسك موبايل امسك ازازه ازازه شفافه خالص واريد انت شايفه اللي ورا الازازه والاستيكر ملزوق ورا الازازه وتدوسي على اماكن في الازازه تتصل بالتليفوني بمسك ازازه وهي التليفون تتصل بيها وتتكلمي مع الازازه هي بقى بتوصل ال هي بتبعت الساوند وايرلس للبيز والبيز واصله بالتليفون بالظبط فهو هي كل الفكره ان الازازه شفافه وانت بتتكلمي مع الازازه مم. دي ليها ابلكيشنز كتير يعني احد دي يعني هو التطبيقات اللي انا بحكيها لحضرتك دي تحديات هي من اكتر من هي تطبيقات دي تحديات يعني اللجنه بتتحداني ان انا اعمل مثلا تليفون ويكون شفاف وما بيتاثرش بالميه وفي اسبوع واحد فتعامل الحمد لله التليفون بالكامل وقدرت ان انا اعمله واتكلم مع التليفون ونفذت الابلكيشن طلبوا مني ابلكيشن ثالث اني مثلا اتحكم في المايه يعني تخيل دلوقتي ما فيش حنفيات المس في مكان تتفتح المايه المس في مكان ترتفع درجه حراره المايه المس في مكان تقل درجه حراره المايه من غير ما يكون في حنفيات او كده دي طبعا ليها قيمه كبيره جدا لان في في الاماكن العامه احنا طبعا عارفين الازمات بتكون شكلها عامل ازاي وفي المدارس والحاجات دي فطلبوا مني ان انا اعمل الابلكيشن ده وطبعا ده الابلكيشن ده مقصود بيه ان انا اجيب شويه ميه مثلا وارشهم على الباتونز فمش هتتاثر بال... مش هتتاثر بالميه فده دليل على الامان غير ان هي سهله التنظيف جدا يعني كان فيها مميزات موضوع ان انا اعمله على الميه دي والحمد لله ده اتنفذ برده في اسبوع واحد طلب مني ان انا اعمل برده الغي موضوع الباتونز اللي في الحيطان يعني السويتشات الموجوده على الحيطان المس يفتح النور أه وده يعني الابلكيشن ده ليه قيمه كبيره جدا يعني ده في شركات كلمتني عليه يعني ان الابلكيشن ده انت دلوقتي الاستيكر ملزوق ورا الحيطه اللي احنا عارفين الباطن السويتشات الموجوده على الحيطان لو جبت شويه دل ميه برضه ورميتيهم على رشيتيهم على البطن بيحصل حرايق وشورت سيكت وكده البطن ده مل... ال... الاستيكر ملزوق ورا الحيطه وانت بتلمس على مكان في الحيطه يفتح النور تلمس و... وفي نفس الوقت الديزاين بتاع البطن يعني على الحيطه طبعا انا الاستيكر ملزوق ورا الحيطه ايه اللي هيبان على الحيطه؟ هيبان رسمه مثلا انا لو دخلت صندوق خمس نجوم او غيره بتلاقي مثلا خمس ستة باتونز قدامك مم. وما تبقاش عارف ده بيفتح النور ده بيفتح الاباجوره ده بيفتح التكييف ده تقعد تجربهم كلهم لغايه ما تحصل على النتيجه اللي انت عايزها دلوقتي لا الديزاين بتاع الباتون مثلا الباتون بيفتح النور معمول عليه شكل لمبه الباتون بيفتح الاباجوره معمول عليه شكل اباجوره البطون اللي بيفتح التكييف على شكل ثاني. كل واحد بيو بيوريك بالزبط. الشكل بالزبط. الحاجة اللي هو بيشغلها. بالظبط وفي نفس الوقت في فيدباك لايت يعني احنا قدرنا ان احنا ننجح ان احنا نخلي ال... ان... ان الخيطه توصل لدرجه ان يكون في فيدباك لايت الحته نفسها تنور بطريقه كده قدرنا ان احنا نخلي الحته تنور في المكان اللي انا بلمس فيه ويكون في فيدباك ساوند وفيدباك لايت انك يعني كده تلمس يعمل صوت في نفس الوقت يعمل ساوند ومش شرط يكون الديزاين بتاع البتون تفتح تقفله لا كمان تعمل دراجنج تعمل دراجنج تتحكم في الاضاءه سكرين. ما يعني تبقى الحيطه لكنها تاتش سكرين هي مش سكرين أيوه. هي اوريدي الاستيكر منزوره على الحيطه من ومع ذلك تقدر تتحكم في الحاجات دي كلها الحيطه بتبقى سميكه شويه انت بتحطها بقى من ورا خالص الحيطه, الحيطة هو بيشتغل لغايه 5 سم لا احنا آه. بنلزق الاستيكر جوه جوه الحيطه نفسها يعني جوه الحيطه وتحط يعني الاسمنت او او كوريون او اي حاجه احنا يعني حطينا كوريون صراحة حطينا الاستيكر وحطينا كوريون ويعني و... نجحنا ان احنا نعمل الابلكيشن ده في اسبوع واحد فطلبت اربع ابلكيشنز ده بعد كده بنخش على مرحله يعني عشان نكمل المسابقه كامله بنخش على مرحله اسمها مرحله الديزاين بعد ما بتخلص كل الابلكيشنز دي تبدا تعملها ديزاين بحيث ان انت تقدر تنزلها السوق أوكي. احنا عارفين ان الناس ما بتقبلش الشكل الوحش والالوان الغريبه والحاجات فلازم يتعمل ديزاين للمشروع بحيث ان انا اقدر انزله السوق انا الحمد لله ديزاين طبعا في كل مرحله في ناس بتقع الحمد لله انا عديت مرحله الديزاين دخلت على كام مرحله البيزنس وان احنا نعمل شركه نحول الموضوع ده لشركه و... و... وبعد كده دخلنا مرحله المرحله النهائيه الحمد لله عديت هيثم انت رائع بجد واختراعك مبهر مبهر يعني انت اكيد الاختراع ده انت بتشتغل عليه من فتره طويله يعني اكيد بالزبط. مش مش وليد اللحظه كده وقت ما دخلت المسابقه او قبلها بشويه. هو هو الحمد لله المشروع انا كنت شغال فيه اصلا اوريدي وانا في جامعه النيل كنت يعني عندي معمل واشتغلت فيه في يعني هو لصراحة المشروع ده طالع من مشروعين تانيين يعني كي. مشروع تاتش سكرين ومشروع ماوس كمبيوتر كان في ماوس كمبيوتر بيتركب في الصباع زي الخاتم ويعني مختلف عن الماوس العادي انت الماوس العادي لازم تحطه على السطح عشان يشتغل. الماوس ده لا مختلف لازم يعني عشان يشتغل بترفعه يعني حتى لو رفعته على سطح بيفضل شغال فاضطريت <applause> ان انا اعمل الكليكات بتاعته تاتش سيرفس واكتشفت بعد كده ان التاتش سيرفس ده ممكن يعني يقدر يحول اي سطح لتاتش والحمد لله قدرت ان انا ادخله في المشروع بتاع ستيكر واشتغل الحمد لله كويس الحقيقه في عقول مستنيره كتير لازم نستفيد مم. بيها في البلد دي انا في تصريح عايز بس اتاكد منه ان انت بتقول ادعو جنزوري لتصحيح اوضاع جامعه النيل وشرف وشفيق حرمونا من, من معاملنا بدون سند قانوني ده تصريح كان على لسانك الفتره اللي فاتت <applause> والله أنا أقول لحضرتك حاجة هو يعني هو هو تصريح جميل بس هو ما على لساني يعني هو تصريح جميل جدا إن اني فعلاً إحنا بنطالب من جامعة بنطالب إن الناس أنا كان عندي معمل في الشيخ زايد في قدام في ميدان جهينة وكان عندي معمل جوه بنفذ فيه المشاريع اللي حصل إن بعد الثورة المباني بتاعة جامعة نيل في الشيخ زايد اتخذت فاتأخذ المعمل بتاعي وبقيت من غير من غير معمل فبعد كده اشتركت في المسابقه بتاعة قطر وسافرت قطر ونفذت المشروع بالكامل في قطر يعني فالعاص انا رجعت دلوقتي جامعه النيل واخدت معمل تاني في القارة الذكيه بس طبعا المعامل كانت في جامعه في الشيخ زايد كان فيها طبعا ماشينز وحاجات يعني الواحد يعرف يستفيد منها كويس فيعني احنا طبعا انا بامل ان شاء الله ان احنا المكان يرجع لي ان المكان إن جامعه النيل يرجع لنا ان شاء الله يعني ويعني و... ونبدا لله نظرت يعني ونبدا ونكمل ان شاء الله, الله. الموضوع ولاني الموضوع مهم يعني احنا احنا اصلا في جامعه النيل الفكره حتى لو حصل ان في ناس في ناس اخطات في طريقه يعني يعني, يعني جامعه النيل مثلا فرضا ان المكان دكتور احمد نظيف او غيره اللي حصل فيه مشاكل على الارض بتاعت جامعه النيل مثلا طيب هو الراجل بنى مسجد في مسجد اتبنى أيه. اجي مثلا على مسجد الفتح دلوقتي عشان مثلا الرئيس اللي فات عمل مسجد الفتح اجي اقول اهد مسجد الفتح عشان في رئيس لا استحاله يعني فده مكان جامعه النيل المفروض ان ده مكان ده حاجه بنستفيد منها اوريدي احنا كنا بنشتغل اصلا ابحاث أيه. معظم معظم جامعه النيل مبنيه اساسا على الريسيرش مش مبنيه على طلبه يعني اوريدي عدد الطلبه اللي واخدين منح في جامعه النيل المنحه ب 110000 في جامعه النيل منحه غاليه جدا عدد الطلبه اللي واخده منح اكتر من عدد الطلبه الاندر فموضوع يعني جامعه اصلا مبنيه على ريسيرش وهو ده اللي احنا اصلا المفروض عايزين نعمله في مصر احنا اصلا عندنا قلة جدا في قصه المعامل والحاجات دي احنا اصلا كنا بنطالب بزيادتها مش في انها مش من نهايه تشال عايز اعرف الاختراع ده مصيره ايه بقى الفتره اللي جايه ايه الخطوات اللي هتحصل الحمد لله احنا في خلال المسابقه واحنا في قطر يعني نفذنا كل الفيزز اللي اي مكان في العالم عايز يعمل اي منتج المفروض يمر بيها وصلنا لغايه مرحله البيزنس يعني وصلنا لغايه ان احنا عملنا بيزنس بلان للمشروع مش بس ديزاين واستخدامات لا قدرنا ان احنا كمان نعمل البيزنس بلان بتاعه المشروع وحطينا الانفستمنت ماني هو المبلغ بتاع الجائزه الحمد لله مبلغ الجائزه كان ضخم فالانفستمنت ماني بتاع بتاع المشروع أنا المبلغ كله هتاخده وتعمل بيه المشروع تقريبا احتمال كبير جدا هيغطي المشروع بس اكيد في انفستورز ثانيه هيخشوا يعني اكيد في بارتنرز هيخشوا معايا في المشروع بحيث ان هو يكبر اكتر ويخش في ابلكيشنز كتير هو حاليا في صراحه شركتين واحد واحده كويتيه واحده يابانيه وفي شركه من مصر بس لسه في كلام معاهم يعني الموضوع طبعا حضرتك عارفه الشركات كتير ممكن بيتكلموا بس ما بينفذوش او ما يعني بيكون في ديلز ضعيفه او كده فانا لازلت ببحث عن شركات هنا في مصر تنفذ الابلكيشنز اكتر واكتر يعني يعني في ابلكيشن ان شاء الله جاي تاتش سكرينز ممكن تعمل تاتش سكرين باي ديزاين دايما متعودين التاتش سكرين مثلا في الموبايلات او في اللابتوب هي سكرين على شكل مربع او مستطيل دلوقتي احنا ممكن نعمل تاتش سكرين تخيل حضرتك لو واقف قدام مثلا محل بيبيع بدل وعملنا تاتش سكرين على شكل بدله تاتش سكرين كلها على شكل بدله ممكن تعمل مثلا دراج على البنطلون تغير البنطلون تعمل دراجين تغير القميص تعمل دراج تغير الجرافته ويكتب لك على جنب سعر البدله من غير ما تخش المكان اصلا تتفرج آه. والكلام ده وانت خارج ازاز المحل يعني اوريدي تاتش سكرين دي جوه ازاز المحل وانت خارج ازاز المحل بتعمل كل الاوبشنز دي فاحنا عندنا النتيجه ان في ستورز كتير في مصر يعني في محلات كتير في مصر فالمشروع ده ليه يعني قيمه كبيره جدا ده غير التاتش سكرين ممكن تكون باي سايز من غير ما تزود سعرها بس طول الوقت بس عمالين نقول عايزين نتطور وما عندناش امكانيات وما عندناش يا جماعه احنا عندنا عقول مهمه جدا مهمه جدا ممكن تخلي مصر دي من اوائل البلدان في العالم كله آه نفسي بجد ان شاء الله بعد ما الاختراع ده يكون اتنفذ عمليا آه تيجي بيه ان شاء الله عشان يوري للناس إيه الناس بعد ما اتنفذ عمليا إيه ومن خلالنا يتعمل له آه وجهه جميله جدا بشكرك يا هيثم وبقول لك الف الف مبروك الله بيرفك. حقيقي يا آه جماعه بجد بنشكر هيثم دسوقي على وجوده معانا النهارده وبنقول له الف مبروك على الفوز بالمركز الاول هو شرف بلدنا يا جماعه بفكره مهمه جدا وباختراع مهم جدا ان شاء الله نشوفه بعد كده في الاسواق يوفر علينا حاجات كتير قوي ده زائد انه اكيد لسه عنده اختراعات كتير قوي ان شاء الله نستفيد منها ويكون موجود معانا عشان نعرف ايه مشاهدينا بكده يكون خلص يومنا النهارده من نهارك سعيد نشوفكم بكره وكاست عمل جديد والسلام عليكم